هذا اسمه العد التنازلي. تعاني من تكرار الأدوار، يعني مش أنت. أحيانا أنت تنجح في دور، تصير أنت ضالة المنتج أو المخرج. صحيح. ما يصلح هذا الدور إلا عبد المحسن، ما يصلح هذا. مدمن، متطرف، ضابط، خلاص في ناس نحطه في ذا القالب انتهت القصة. صح. أنت قد حطيت في هذا؟ إيه مريت بهذه المرحلة. وكيف يعني تجاوزت؟ أيش أكثر مرحلة يعني دور معين حطه؟ هو الأدوار الرومانسية، الحبيب، العاشق، الولهان، هذه كثير تكررت عندي يعني في فترة من حياتي، بس قدرت أكسر هذا القالب بإني أنا ما أقبل أرفض، وإنه أسعى لأن أنا أصنع التغيير، أنا أصنع التغيير. أكسره يعني مثلاً يجيني دور مار علي قبل كذا، هذا المعنى يكون أنا عندي حرية في الدخول في النص، في التغيير على مستوى الشكل وحتى على مستوى النص. يعني كثير نصوص قدرت أني أنا أدخل مع المؤلف في ورشة أو مع المخرج أحياناً في ورشة ونطور الشخصية، نوديها في اتجاه أعمق يعني. وفي فليكسبل هم معك في طبعاً لأنه يعتمد أنت إيش قاعد تطرح يعني، وكيف تطرح الفكرة يعني، في أسلوب في طرح الفكرة، وغير كذا أنه الفكرة تكون متقدمة فعلا ويتقبلها الطرف الآخر. في دور أنت ما كنت تتوقع أنك تنجح فيه أو رفضته في البداية، وجاء مخرج قال يا عبد المحسن هذا الدور أنت راح تبدع فيه، ما راح تصدق نفسك لما تشوفه. قد صار لك صار يعني مع محمد دحام أغلب الأعمال تصير بهذا الشكل. بس يمكن من أقواها اللي هو في عرس الدم، شخصية مشعل، هذا الشخصية المعقدة. كان الدور قصير جدا وصغير وما له أثر في النص، يعني ما له يعني أنا مش مشكلة عندي المساحة قد ما عندي مهم معنى الدور وتأثيره الدرامي في الحدث. فقبلته على مضض، بس اشتغلنا على الدور أمانة. اشتغل قال لي محمد أنت أقبل الآن، وأعرف أني أنا في شيء ببالي يعني. وفعلا محمد دائما يفاجئني بأنه يعني يكون عنده تصور، يحطني مآزق صعبة جدا في الدراما اللي كان آخرها في العمل اللي سويناه اللي هو خارج السيطرة. كان دور صعب جدا يعني، أنا والوعد الله يمسيها بالخير داخل العلبة اللي هي الأسانسير، ولمدة ساعة ونص أنت داخل هذا الأسانسير، ولازم أنت تكون تحمل التشويق والترقب والحالة كاملة. تجربة ما هي سهلة أبدا، ما هي سهلة. بس من الأدوار اللي أنت سألتني عنها هو فعلا دور مشعل في عرس الدم، كنت ماني حاب أنا أسوي الدور. بس لما تسويته لقى صدى كثير رائع لدرجة أن الناس تذكرني فيه لحد الآن.